بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا في جولتنا الرياضية محليا وعالميا. منتخب مصر خاض حصة تدريبية جديدة على استاد مصر في العاصمة الإدارية، وده استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 واللي هتقام في كوتيفوار. وشهد الميران امبارح زيارة خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر تدريبات منتخب مصر، وذلك بعد أثناء تفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. وحرص الرئيس السيسي على دعم لاعبي المنتخب بمصر ده قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وطلبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل التتويج باللقب. النهارده هيدير المباراة الودية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب تنزانيا اللي هتتلعب الساعة 6 مساء باستاد القاهرة طاقم حكام كويتي مكون من هاشم الإبراهيم حكم ساحة، وعباس غلوم مساعد أول، وطلال الشمري مساعد ثاني، وعبد الله الكندري حكم رابع. منتخب مصر لكرة اليد خسر أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 34-31 في ثاني مواجهته بالدوري الذهبي المقام بالدنمارك، وده في إطار استعداد منتخب الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي هتستضيفها مصر في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري. أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف نجح امبارح في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة دي المقامة في مدينة بودابست بالمجر. منتخب موزمبيق حقق الفوز على منتخب ليسوتو وديا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 واللي هتستضيفها كوتيفوار من 13 يناير لحد 11 فبراير المقبل. منتخب كوتيفوار حقق انتصار سهل على منتخب سيراليون بنتيجة 5-1 في المواجهة الودية اللي أقيمت بين الفريقين، ده استعدادا لمشاركة كوتيفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 واللي هتستضيفها على أراضيها. فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تأهل امبارح لدور 16 من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على فريق لوجو من دوري الدرجة الثانية بنتيجة 3-1، ده كان على ملعب أنخيل كارو، ده ضمن منافسات دور الـ 32. فريق جيرونا الإسباني تأهل لدور 16 من كأس ملك إسبانيا بالفوز على فريق إليتشي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة. هدف النجم أليكسيس ماك أليستر الصاروخي في مرمى فولهام جائزة حصد أفضل هدف في شهر ديسمبر في ليفربول، متفوقا على هدف المصري الدولي محمد صلاح في شباك أرسنال. فريق أستون فيلا تأهل لدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على ميدلسبرو 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب ريفرسايد ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي. فريق تشيلسي تأهل للدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على فريق بريستون بنتيجة 4-0 على ملعب ستانفورد بريدج، وده ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي. فريق انتر ميلان حقق الفوز على فريق هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي جمعتهم على ملعب جوزيبي ماتيزا ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإيطالي، وبالنتيجة دي بيبتعد فريق انتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما حصد 48 نقطة، بينما تواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز السادس أو السابع عشر برصيد 14 نقطة. نادي روما الإيطالي أعلن بشكل رسمي امبارح عن ضم المدافع الهولندي الشاب دين هويسين موهبة فريق يوفنتوس لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى وجمان عشان نكمل معاك فقرات صباح خير يا مصر. شكرا جزيلا دينا. شكرا لك.